لكن دلوقتي عندنا تحدي الاناناس. مهم. بنعمل ايه؟ مش هنستخدم السكينه خالص، هنحاول ان احنا نقطع الاناناس في وقت، وهو تحدي منتشر جدا على ايوه السوشيال ميديا. الناس بتجيب الاناناس زي ما احنا شايفين، بدل ما بتقطعه الطريقه بالسكينه المعتاده. بتقطعه بطريقه مبتكره شويه، ولو صح هيبقى حلو. احنا محتاجين ايه يا جماعه؟ محتاجين الاناناس، ايوه محتاجين ان احنا نشيلها من هنا. طب ولا اوكي، طب شوف نشوف الفيديو، الاول، خلينا نشوف نشوف الفيديو الاول، الاول يلا نشوف ونطبق الاول، بعدين. يلا. Let's try the TikTok pineapple trick. Twist off the stem. Roll the pineapple to loosen the fruit. You should be able to pull the fruit out. انا اخر مره عملت كده، عملت المحشي البتنجان عشان يتطور بسرعه صح. لكن فكره ان هي، طب بص بص أوكي. انا هعمل دي كده شوف الاول. احنا قبلنا اناناس وسكينه وبس. واو خليل اول واحد ملك. ماشي استنى، بدي اعمل بالسكينه. سكينة؟ يس. لا انت سكينه هتقعد كتير. استنى وسخنا الدنيا. اوكي معلش نقيم الوسخ. مش لازم، معلش لازم عشان نعرف نسوي رول. بس شايف ابتدت ايه تعمل ميه بس. نعم. هما طب احنا ممكن على ما يبدو ان الاناناس غير ناضجه. نغش شويه. لا لا ما تغشش ما تغشش. استني بس. انا بس عايز اشوف هتطلع فعلا ولا لا. يعني ايه يا خرابي، ده بقى عصير اناناس. انا بدور على منطقه تكون مش طويله. بص يا جماعه يعني نو مش عم الله ايه اهي يا ساتر. يعني دي احلى مش حاجه مش عم تجيب ابدا صح؟ يعني جاي على بالنا احنا اناناس صراحه طول اليوم. وكوكو بقى من الطريقه اللي انت شفتوها في الفيديو. ايوه بالظبط. خالص قطع عندك قطع. ايه استنى شوي. استنى استنى شوي، شكلها هتظبط معي. اشك بس والله، بس بمزح. ايه ايه لا انت اقعدي براحتك انت بقى. انت قطع لنا عشان بعد الهوا ناكل. اكل ايه؟ انا هاكلها كلها على بعضها اصلا. كل ما في شيرنج از كيرنج خلينا. ما فطرتش. ما فطرت معلش. معلش خليل كان مشغول فما افطر. اوكي طعم حلو. مالكمش دعوه بقى بالفيديوهات. يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملوها عشان تسهل عليكم. انا عايزه اخرج. والباقي اقطعه زي ما انتم شايفين كده. شايفين لحد هلا قاعد بقطع وبغش ومش عم ما عم تجيب. فالفيديو او او يمكن على فكره انه بدها تكون كتير مستويه. لا حتى لو مستويه، ما هي انا ضغطت عليها شويه وهي مستويه اللي معايا، بس عملت نزلت الجوز بتاعها يعني كده احلى بكتير. وظبطت معانا بعد الغش والانتصار. هيها هيها قطعتها والله بالسكينه. بتنفع بس يعني لا لا, لا تفعلوا هذا في منازلكم، وخذوا مقطع جاهز وشكرا لكم. يا جماعه دي متقطعه بالسكينه ما بتنفعش، قطعوها كده او خلوا في السوبر ماركت يقطعها لكم. بالظبط. بس انا هنودعهم ونقول لهم باي باي. نكمل الاناناس لانه لازم ناكلها. محتاجين ناكل. لهيك بنودعكم ونذكركم تتابعونا مشاهدينا على مواقعنا المختلفه اكس انستغرام تيك توك وفيسبوك، ولحتى تشوفوا حلقاتنا الثانيه امسحوا الرمز يلي على الشاشه قدامكم. باي باي وتفضلوا معانا.